حياكم الله معنا في فقرتنا اليوم عن التغذية. رح نتكلم عن ارتجاع المريء. شنو أسباب ارتجاع المريء؟ هو يصير لما العضلة مالت المعدة يصير فيها ارتخاء، وبالتالي الأحماض الموجودة داخل المعدة ترجع على المريء، تسبب حق المريض شعور بالحرقة وآلام بالصدر، وهذا الإحساس جدا مزعج. شنو يقدر يسوي المريض عشان يتجنب هذا الإحساس؟ أول نقطة أنه هو ما يأكل وينام مباشرة، يعطي نفسه مجال بين الوجبة وبين وقت النوم علشان يخفف من هذا الإحساس. النقطة الثانية إن إحنا لازم ما نأكل ونشرب في نفس الوقت، يعني نفصل بين الوجبة وبين المشروبات اللي إحنا حابين ناخذها في وقت ثاني. النقطة الثالثة اللي هي الابتعاد عن التدخين، والنقطة الرابعة اللي هي تجنب المأكولات اللي تزيد من إفراز أحماض المعدة، مثل الفواكه الحمضية، البرتقال والليمون والكيوي يأثرون على حمض المعدة، فإحنا نحاول أن إحنا نتجنبهم. في أطعمة ثانية بعد تأثر على أحماض المعدة، منها الكاكاو والشاي والقهوة، لأن فيهم نسبة عالية من الكافيين. الأصناف العالية بالدهون مثل المقالي أو المقليات لازم نتجنبها ونبتعد عنها، لأن زيادة الدهون في المعدة لها آثار سلبية تزيد من الآلام وشعور بالحرقة. على مريض ارتجاع المريء إنه هو يتجنب يحط أو إضافة الفلفل أو البهارات على أكله، لأنها تأثر بعد في زيادة أحماض المعدة. وما رح ننسى طبعا أهمية أن إحنا نكون محافظين على نمط حياة صحية ونمط غذائي صحي، والمحافظة على وزن مثالي مع ممارسة الرياضة ممكن تفيدنا وايد. وبتدي تكون فقرتنا اليوم خلصت، ونشوفكم إن شاء الله على خير. يا مرحبا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين وأخوات المشاهدات. دش شهر الصيف أو موسم الحر، فجأة دشينا كان درجات حرارتنا شحالاتها، مرة واحدة صعدنا 40 45 50. الناس تحب في وقت الحظر أو قبل طبعا وقت الحظر تمارس الرياضة، مجهود عالي، فقدان سوائل الجسم. الله يسامحهم، في ناس ما يأخذون بالهم من صحتهم، بس بطل ماي معاك وتمشى اللي يريحك ساعة ساعتين. بس رجاء الممارسة الرياضة في الأجواء الحارة الحين نحن نعيشها، باكر إن شاء الله بعد بترتفع درجة حرارة أكثر وأكثر، الماي قطع عصير، علبة عصير أو قنينة ماء على قولتهم. المصاب بنتكلم عنه اليوم وصل مرحلة الإجهاد الحراري، مارس رياضة لمدة طويلة، عامل كان يشتغل برا بالصيف بالحر درجة حرارة خلينا نقول واصلة 50، فقدان أملاح، فقدان سوائل قاعد يحوشه ولا قاعد يعوض هالسوائل هذه. مرة واحدة راح ينتقل لموضوع الجهاد الحراري، راح يحس بالغثيان، راح يحس بلوعة الكبد على قولتنا احنا الكويتيين، أو الإحساس بالغثيان خلينا نقول، الدوخة، الصداع، العرق الشديد، هذا كله يؤدي إلى إصابة واحدة ولا وهي الإجهاد الحراري. كان المفروض من أول شيء يعوض سوائله، يعوض الأملاح، ما عنده أي مشكلة. إذا شفت مصاب قدامك واحد قاعد يمشي ومرة واحدة تغير نشاطه، بطأ من حركته، قام يعطي النفس كأنه تعبان، رجاء أخذه على جنب تحت شيارة أو أقرب مكان في ظل، مكان بار نوعا ما، خله يرتاح. القاعدة هذه تبي ينسدح، خليه ينسدح على الأرض، أرفع ريوله أوكي، وعطى السوائل. بس ها، لا تعطونه يشرب مرة واحدة، أعطوه جرعات خفيفة من السوائل، عصير، ماي. إذا كان عندكم مرش ماي ممكن أخذ ورش أبرد جسمه. هذا كله بيك تسويه، تراقب علامات الحيوية في كل حالة عندنا، في كل إصابة نراقب علامات الحيوية، نشوف شنو التغييرات اللي تصير معه. المصاب هذا بعد الراحة إذا ما كان يعاني من مشاكل ثانية ممكن تتعدل حالته ويقدر يمارس الرياضة مرة ثانية، ما عندنا أي مشكلة. ولكن أحيانا تصير معاي ضربة شمس لها علاج ثاني،
أو ممكن يحس في تشنجات بريلة. إذا شفت تشنجات بريلة بأي عضلة من أعضاء جسمه رجاء شيء بسيط، عندي حرارة أعالجه دائما بالبرودة. فإذا شفتوا تشنجات كيس ثلج وفوطة، حط الفوطة على المكان التشنج وكيس الثلج فوقه، لحين يبرد تبرد العضلة هذه ويرجع المصاب يمارس نشاطه مرة ثانية. أتمنى أنكم استفدتوا من الحركة هذه وتطبقون هذا شفتوه مصاب قدامكم، ونشوفكم على خير إن شاء الله. الأرجل خلصت فقرتنا الرياضية، ونشوفكم على خير إن شاء الله.